السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كلمتين مع شيماء. أهلا ومرحبا بكم، سعيدة بكم وسعيدة بكل تعليقاتكم الحلوة على كل الفيديوهات. بتمنى تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش علشان دايما تكونوا معايا، تستفيدوا إن شاء الله بكل حاجة نقولها في كلمتين مع شيماء. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا جدا، صدقوني يعني تقريبا دلوقتي بقى في كل بيت من بيوتنا، أو أكيد حد نعرفه كده أو أكيد حد جنبنا كده، فإن شاء الله بإذن الله يعني تستفادوا معانا بالفيديو ده. بتمنى تسمعوا للآخر، هتلاقوا إجابات كتير عن حاجات، أسئلة كتير جواكم أو حاجات كتير يعني بتيجي في ذهنكم عن الموضوع دوت. وطبعا هو مصار في كل مكان حتى يمكن على اليوتيوب. عايزة أتكلم عن أنا مقطعة حد في حياتي، أنا مقطعة أمي، أنا مقطعة أبويا، أنا مقطعة أخويا، أخت جوزي، أي حد مقاطع حد أو مقاطع رحم. هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل ونشوف ان شاء الله هنقول ايه فيه. اول حاجة انا بسمع دلوقتي والموضوع بقى كتير قوي قوي قوي، واحد مقاطع اخوه او واحدة مقاطعة اختها بالشهور بل بالسنين. يا جماعة عارفين يعني ايه بالسنين مقاطعين بعض؟ وكل واحد طبعا من وجهة نظره بيبقى هو اللي ايه اللي مش غلطان، انا مش غلطانة واختي اللي غلطت فيا واختي اللي قالت واللي عملت واللي سوت، ومن وجهة نظر الطرف التاني لا انا اللي مش غلطانة، اختي اللي غلطت واختي اللي عملت وسوت، وهكذا. ونفضل كل واحد واخد فكرة ان التاني هو اللي غلطان، ونفضل مقطعين بعض سنين والله العظيم على حاجات تافهة ما انزل الله بها من سلطان. نيجي في الاخر نلاقي احنا متخانقين على ايه، احنا بقالنا سنين مقطعين ارحمنا على ايه. انتوا عارفين يا جماعة ان قاطع الرحم ده ما بيستجبلوش دعاء، ما بيستجبلوش دعاء، فاهمين قد ايه الصعوبة، قد ايه الحاجة الوحشة جدا 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 عند ربنا. يعني تخيلوا أصعب حاجة في الدنيا قطيعة الرحم، وأحسن حاجة في الدنيا صلة الرحم. أسمع بقى واحدة تقول أنا مقطعة أختي أصل حصلت ما بيننا مشاكل، ولا جوزي مش عايزني أكلم أختي، أختي غلطت في جوزي وجوزي مش عايزني أكلم أختي. عايز أقولك إن دي كارثة. أختك غلطت في جوزك وجوزك متخانق معاها ومخصمها ومش عايز يكلمها تاني، هو حر، مفيش ما بينه وما بينها رحم، لكن ما ينفعش يقولك انتي ما تكلميش أختك وقطعيها. الشيطان ضحك عليكم، الشيطان ضحك عليكم، مبين لكم أنا كده أنا بطيع زوجي وطاعة الزوج، وجوزي كده راجل وبيحافظ على كرامته. لأ، جوزك كده قطع رحم، مش قطع رحم أخته لأنها مش رحمه، بس قطع رحمك أنت عن أختك. ما ينفعش جوزك لو راجل فعلا صالح ويعرف ربنا، أختك اتخانقت معاكي أو مع جوزك أو شتمت ولادك فجوزك زعل وأخد منها موقف ومش عايز يكلمها تاني، ما يكلمهاش هو، لكن ما يقولكيش أنت ما تكلميش أختك. طيب حاجة تانية، انتي متخانقة مع اخت جوزك واخت جوزك دي شتمتك وبهدلتك وحصلت ما بينكم مشاكل، فانتي قررتي تقطعيها ومش عايزة تكلميها تاني او حتى درءا للمشاكل، ما تقوليش لجوزك ما تكلمش اختك تاني. والله لو كلمتها تاني لاسيبلك البيت وامشي، والله لو كلمتها تاني لاطلب الطلاق ومش قاعدة لك في البيت. فيبتدي جوزك علشان خاطرك انتي ويقولك مراتي، مراتي غالية عندي، مراتي فوق راسي، والله انا مقطع اختي دي بقالي 10 سنين عشان خاطر مراتي. لا، انت كده، انت كده حمار، انت كده ما تفهمش حاجة، وانتي كده ست قطعت رحم. اي نعم اخت جوزك مش رحمك، بس هي رحم جوزك. انت المفروض، انت اختك مش كويسه وشتمتني وبهدلتني وما بيننا خناقه، انا مش هكلمها تاني وهقطع معاها عشان مش عايزه مشاكل. خلاص يا ست انت حر، ولو ان طبعا هنقول المسامح كريم والعافينا عن الناس والكلام ده كله قلناه كتير، فطبعا التسامح افضل، لكن انت خلاص مش عايزه مشاكل، مش عايزه تكلمي الست دي تاني عشان بيجيلك من وراها مشاكل كتير. ما ينفعش بقى تقولي لجوزك وانت كمان ما تكلمش اختك. لا، انت مع اختك انتوا الاتنين حرين مع بعض، انا ما بقطعش ارحام. تكلمها وتروح تزورها، وهي كمان لو عايزه تيجي تزورك على راسي هبقى اسيب البيت انا وامشي، بس ده بيتك ودي اختك وتيجي وقت ما هي عايزه وانت تروح لها وقت ما هي عايز، انا ما بقطعش ارحام حد. نفس الحكايه الاخت اللي متخانقه مع اختها، ما ينفعش جوزك ان شايفه ان دي الرجوله، الشيطان اللي مبين لك كده، الشيطان اللي مبين لك ان جوزك كده صح. لا، جوزك كده مش صح خالص، جوزك كده ما يعرفش ربنا، ان هو يقول لك قطعي اختك وما تكلميش اختك تاني ومالكيش اي علاقه باختك علشان تحافظي على كرامتك. لا يا حبيبتي، واختك تتاسف لك مره واتنين وعشره وتيجي. الناس برضو اللي هم المتزمته اللي هي قلوبهم كالحجاره او اشد قسوه، لا احنا مش عايزين نبقى كده،
الدنيا مش مستاهله، اختك دي عملت فيكي اللي ما يتعملش. جت تاني يوم قالت لك انا اسفه وحقك عليا وحقك على راسي. سامحيها سامحيها، لان انت مخصمها ليه؟ بتأدبيها يعني؟ وبعدين أدبتيها سنة في اتنين في تلاتة، ده انت خدتي سيئات والله. لو قعدتي تكفري عنها قد ايه يا شيخة؟ هتقعدي تكفري عن الغم ده قد ايه؟ انك قطع رحمك، ان اختك عمالة بتتأسف لك وبتعتذر لك وبتستسمحك، وانت ما زلتي قطع الرحم ورافضة التسامح. اصل هي بتتأسف لي عشان ليها غرض، ملكيش دعوة، ما تدخليش جوه نيات الناس، كل واحد ونيته. هي بتتأسف لك عشان ليها غرض، عشان ليها مصلحة، عشان هي عايزة تبان قدام الناس كويسة، بتمثل. المهم ان هي بتتأسف لك، اقبلي التسامح. انا قبلت لوجه الله، ربنا هيحاسبها هي بقى على نيتها، وهيحاسبك انت بقى على نيتك. طيب جوزي لو سمحت مالكش تقطع رحمي، انت اختي دي متضايق منها او عملت معاك مشاكل، ما تكلمهاش تاني، ولك كل الحق براحتك. انت مش عايز تسامح وراجل ما بتحبش التسامح او كده، رغم ان اختي اتأسفت لك، خلاص ده ليك انت براحتك. انت على الاقل مش قاطع رحم، لكن انت مخليني انا قاطع رحم وقطع رحم اختي عشانك. لا انت ما تكلمهاش، بس قول لي لا انت واختك يا بنتي انتوا حرين مع بعض، انتوا يا بنتي ده صله رحم وانا ما اقدرش اقطعكوا عن بعض، لكن انا مش عايزه اكلم اختك تاني. والله براحتك براحتك، لكن الواحد بيشوف حاجات غريبه يا جماعه. واحد يتخانق مع اخت مراته يقول له لمراته ما تكلميش اختك تاني ويقطع الرحم. انت هتتحمل دي يوم القيامه ازاي؟ هتقف قدام ربنا تقول له انا قطعت اخت عن اختها وخليتها بالسنين ما يكلموش بعض عشان كرامتي؟ لا مؤاخذه طز. كل واحده شرط على جوزها ما تكلمش اختك تاني ومالكش علاقه باختك دي تاني وتقطع اختك العمر كله عشان شتمتني. انت هتتحملي قدام ربنا ان قطعتي اتنين اخوات جايين من بطن واحده سنين وسنين عشان كرامتك؟ لا، عايزه تقطعي قطعنتي، بس ما تقطعوش ارحام، ابوس ايديكو. غير بقى يا جماعه التسامح، نتساهل شويه يا جماعه. اخويا زعق لي، اخويا مراته شتمتني مره، مرات اخويا، فانا قطعت اخويا وقطعت مراته، والله قاعده بالسنين معتبت بيت اخويا. يا اختي وبعدين؟ وبعدين يا حبيبتي؟ واللي متخانقين على ورث، واللي متخانقين على شويه فلوس، والله تيجوا تبصوا يا جماعه تلاقوهم ملاليم، بيتخانقوا على ملاليم يا جماعه، بيتخانقوا على 5000 جنيه و10000، تلاقوهم مقطعين بعض ومقطعين بعض العمر كله على 5000 جنيه مثلا. انتوا فاهمين ازاي؟ يعني قله ادب والله العظيم، وبعد عن الدين بشكل غير طبيعي. يا جماعه ارجعوا للدين، ارجعوا للدين، ارجعوا لارحامكم، ما تقطعوش. اللي ما بيكلمش اخواته، روح كلم اخواتك، كلمهم ومن غير ما يتاسفوا لك. يا عم غلطوا فيك الاسبوع اللي فات، روح يا سيدي من غير ما تتاسفوا لي انا مسامح. انتوا مش غلطتوا فيا؟ من غير ما تتاسفوا لي انا مسامح. يا جماعه الدنيا مش مستاهله، انتوا ضامنين تعيشوا بكره على الغم اللي انتوا عاملينه في نفسكم وفي غيركم، ومقطعين اواصل الناس ومقطعين ارحمكم، ويعني بجد ومحزنين امهاتكم وابهاتكم على الحال دوت. يعني بجد بنقول نرجع لربنا يا جماعه ونصل ارحمنا، علشان دي حاجه كبيره قوي 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 عند ربنا، ونبقى متسامحين والقازمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. بتمنى كلمتين مع شيماء النهارده، يا رب تكونوا